لا أتوقع أن يتغير حال المرأة العربية نتيجة للربيع العربي، لأن الثورات العربية القائمة في الدول العربية هي نتيجة القمع والاضطهاد، وهي ثورة ضد الدكتاتورية وليست ثورة ضد العادات البالية التي تمارس ضد المرأة العربية. بالفعل أتمنى أن يصبح هناك رئيس دولة أو رئيسة وزراء في دولة عربية، ولكن لا أتوقع أن يكون هذا قريبا، لأن المواطن العربي والمواطنة العربية أيضا غير قادرة على استيعاب أن تمارس المرأة العربية حقوقها بعد. بالتالي أوصي وأتوقع أن يكون هناك كوتا عالية النسبة، كـ40% لـ50% لصالح المرأة العربية، حتى يتعود المواطن العربي العادي اللي في الشارع على مشاركة المرأة العربية في الانتخابات والحياة السياسية والاقتصادية. وبعدها سنرى قريبا رئيسة وزراء عربية أو رئيسة دولة إن شاء الله. شكرا.